علاقة تاريخية ورابطة ثقافية إثيوتركية صمدت أمام اختبار الزمن والذي راح يقلب في التواريخ لإثبات أن أقرب اتصال دبلوماسي بين تركيا وإثيوبيا يعود إلى عام 1896 مع تبادل الوفود في عهد السلطان عبد الحميد الثاني والإمبراطور منيليك الثاني. كما شهدت السنوات اللاحقة توسع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث تم إنشاء أول قنصلية تركية عثمانية في مدينة هرر عام 1912. كما يذكر في التاريخ الإثيوبي أن العثمانيون قدموا العون إلى الإمام أحمد إبراهيم الغازي صاحب الإمارة الإسلامية الكبرى في هرر. علاوة على ذلك، أنشأت تركيا أول سفارة لها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في أديس أبابا عام 1926، وافتتحت إثيوبيا سفارتها في تركيا عام 1933. وبدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام رئيس الوزراء أبي أحمد بزيارة عمل إلى تركيا لتتزامن مع الذكرى 125 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وتركيا. وقبل ذلك قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة عمل رسمية لإثيوبيا في الفترة ما بين 21 إلى 23 من يناير عام 2015. يعد التقارب التركي مع إثيوبيا جزءا من مسار أكبر يتعلق بالمضي قدما ليظل نبراسا يحتذى به. كما قلت في مناسبة سابقة، تعد إثيوبيا القلب السياسي لأفريقيا، فنحن نعلم أن إثيوبيا توفر فرصا رائعة للاستثمار، وأعلم أن هناك مجموعة كبيرة من المستثمرين الأتراك يودون الاستثمار هنا في إثيوبيا، ولدينا اجتماعات مهمة معهم، وبعضهم قادمون للمشاركة في المعارض التي تروج لتعزيز العلاقات بين البلدين، ورأيت منهم اهتماما كثيرا، وأنا أتحدث مع الحكومة لتحقيق هذه الأنشطة بأفضل الطرق الممكنة. تعاون متبادل إثيوتركي امتد في شتى المجالات، إما كان اقتصاديا سياسيا أو اجتماعيا، وشهد تطورا على مر الأزمنة. حجم التجارة بين البلدين إلى حد كبير حسب علمي يوصل إلى 300 مليون دولار، والصادرات التركية إلى إثيوبيا أكبر من ذلك، لذلك نحاول تشجيع الشركات الإثيوبية على الترويج لمنتجاتها في السوق التركية، ونحن على اتصال بالحكومة الإثيوبية حول كيفية تعزيز علاقات السوق بين الجانبين. إثيوبيا وتركيا إلى الأمام دائما وأبدا.